ولازم نقف في ظهره ونسانده، واحنا كسبنا النهارده ودي نقطه ايجابيه كبيره جدا. من اول مباراه بيتولاها الكابتن ايهاب جلال في تصفيات مباراه رسميه بنكسب منتخب غينيا، وزي ما قلت لكم امبارح منتخب غينيا منتخب قوي مش منتخب ضعيف، منتخب من المنتخبات القويه. على فكره كان ممكن النهارده كره من الكورتين ثلاثه اللي جم لمنتخب غينيا كان ممكن يسجلوا، كانت هتبقى مشكله، ولكن الحمد لله يعني ما دخلش في مرمانا اهداف وقدر منتخب مصر يكسب 1-0 بهدف طبعا مصطفى محمد البديل اللي نزل في الشوط الثاني مكان احمد سيد زيزو، وكسبنا بالهدف ده الحمد لله. ف يعني عايزين بس الطريقه اللي احنا عارفينها بتاعت كابتن ايهاب جلال 4-2-3-1 ويبقى فيه انتشار ويبقى فيه بلاي ميكر بيتحكم في الاداء. النهارده كان شويه ما فيش اللعيب اللي هو بيتحكم في اداء المنتخب. عمرو السوليه طبعا لعيب كويس، كان بيلعب مركز 8 اللي هو حمدي فتحي واثنين قدامه السوليه وامام عاشور، محتاجين واحد زي قفشه، محتاجين واحد زي محمد ابراهيم، محتاجين واحد زي احمد حمدي يقدر يشغل ويتحكم في رتم الجيم. لكن زي ما قلت لكم الحمد لله فوزنا النهارده بالمباراه 1-0، والحمد لله 3 نقاط مهمه جدا في بدايه المشوار الافريقي في تصفيات امم افريقيا. طبعا في الشوط الثاني كمان ابراهيم عادل نزل مكان عمر مرموش، وقفشه نزل مكان امام عاشور في الدقيقه 74، وقدرنا نخطف المباراه كده من خلال هدف مصطفى محمد. النهارده كمان كان قبل المباراه كنا اتكلمنا برضو في القصه بتاعت محمد صلاح وتكريم محمد صلاح وتكريم سون اللاعب الكوري الجنوبي في بلده بعد ما وصل طبعا كوريا الجنوبيه. النهارده اتحاد الكوره كرم محمد صلاح قبل المباراه على مشواره المميز خلال الموسم الحالي، استاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وحلوة يعني لفتة حلوة النهاردة اتعملت في الملعب قبل المباراة، تكريم محمد صلاح على إنجازاته الكبيرة السنة دي مع ليفربول وحصوله على الحذاء الذهبي وهداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب في إنجلترا وأحسن أسيست في إنجلترا وتاني الدوري الإنجليزي كفريق ليفربول، تاني دوري ابطال اوروبا، حتى مع منتخب مصر الراجل اجتهد واشتغل ووصل لنهائي امم افريقيا بس ما كانش فيه توفيق، خسرنا بضربات الترجيح، برضه كنا قريبين من كاس العالم لكن خسرنا بضربات الترجيح في مباراه السنغال، الراجل اشتغل وده يعني كان لازم يحصل. وكمان امام الجماهير اللي كانت موجوده النهارده في ملعب الجماهير ما كانتش كتير النهارده، يعني برضه عايز جماهير مصر ان شاء الله في المعسكرات بقى القادمه او في اللقاءات القادمه، لا لازم نهتم بالمنتخب اكتر من كده. انا شايف ان الاهتمام بالانديه اكتر، يعني النهارده لو ماتش اهلي او زمالك في الاستاد ومسموح بحضور 40,000 متفرج كان الاستاد هيتملي. فلا يعني محتاجين ان احنا يكون يعني عندنا عدد كبير من الجماهير بتحضر ماتشات المنتخب زي زمان، طبعا الجماهير بتفرق بشكل كبير جدا مع منتخب مصر.